يا مساء الخير على كل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج اخبار اون تايم. زي ما حضراتكم متعودين معانا، هيكون لنا جوله في اخبارنا المحليه واخر مستجدات على الساحه العالميه واخر اخبار الالعاب الاخرى، وكل ده تحت شعارنا دايما متعودين عليه، لان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجه واحده بس بتجمعنا هي الرياضه. خلونا كده نبدا زي احنا متعودين مع ابرز العناوين. الاهلي يستهدف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه مازيمبي. والزمالك يسافر الى غانا الخميس المقبل استعدادا لمواجهه دريمز. الليله الهلال السعودي والعين الاماراتي في مواجهه مرتقبه باياب نصف نهائي دوري ابطال اسيا. الاهلي يواجه مولوديه بوسالم التونسي في نهائي بطوله افريقيا للطائرة. ومن العناوين نروح لاولى فقرتنا، فقره اخبارنا المحليه. النهارده عندنا مباراتين في الجوله 19 من دوري نايل. عندنا ايضا مباراتين، هي مباراه سموحه وبلديه المحله، وهتكون على استاد الاسكندريه وهتكون مذاعه على اون تايم سبورتس 2 الساعه 4 عصرا. اما المباراه الثانيه هتكون مباراه فاركو والمصري البورسعيدي وهتكون في 7 مساء على استاد برج العرب، وهتكون مذاعه المباراه على اون تايم سبورتس 1. لو اتكلمنا بقى بشكل اكبر عن المباراتين دول النهارده في دوري نايل، وهنبدا بالمباراه اللي هتكون في الرابعه عصرا وهتجمع زي ما قلت لحضراتكم بين سموحه وبلديه المحله. المباراه هتكون على استاد الاسكندريه. بيدخل فريق سموحه لقاء النهارده محتل المركز العاشر برصيد 22 نقطه. فاز سموحه في 5 لقاءات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 لقاءات. فيما على الجانب الاخر بيحتل فريق البلديه المركز ال 14 في جدول ترتيب المسابقه برصيد 19 نقطه. فاز في 5 لقاءات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 8 لقاءات. طلب الكابتن احمد سامي المدير الفني لسموحه من لاعبيه بالعوده الى الاداء القوي بعد الهزيمه الاخيره من الجونه وتحقيق الفوز في لقاء البلديه وتحسين وضع الفريق في جدول المسابقه والاقتراب خطوه الاخرى من مراكز المربع الذهبي. اما على الجانب الاخر بيبحث بلديه المحله بخيط مدربه احمد عبد الرؤوف عن استمرار نغمه الانتصارات في لقاء سموحه النهارده بعد تحقيق الفوز على المقاولون العرب كان في الجوله الماضيه بثنائيه نظيفه. لو رحنا برضو للمباراة الثانية النهاردة عندنا، يلتقي فريق المصري مع فاركو، هتكون مباراة في 7 مساء زي ما قلت لحضراتكم باستاد برج العرب. يعني بيحتل الفريق المصري المركز الخامس في جدول المسابقة برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق من 17 مباراة. فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 لقاءات. سجل لاعبه المصري 25 هدف واستقبلت شباكهم 24 هدف، فيما توقف رصيد فاركو عند 12 نقطة في المركز ال 16 من 16 مباراة بعد الهزيمة أمام مودرن فيوتشر في المباراة الأخيرة في الدوري. طبعا يعني فاركو عايز يحقق فوز النهاردة يكون نقطة انطلاق للهروب من مراكز الهبوط. أما على الجانب الآخر وعد إدارة نادي المصري البورسعيدي لاعبي الفريق مكافآت خاصة بخلاف ما تنص عليه اللائحة كمان في حال إنهاء الموسم في المربع الذهبي، في ظل كمان المنافسة يعني القوية جدا بين عدد من الأندية الأخرى لدخول المربع الذهبي في الموسم الحالي. من مباراة الدوري نروح لجولة في أخبار الأندية المصرية، والبداية تكون مع القلعة الحمراء وتحديدا فريق النادي الأهلي. يمكن يعني كل جماهير النادي الأهلي بتنتظر مباراته المرتقبة القادمة القوية للغاية أمام مازيمبي الكونغولي، هتكون يوم الجمعة اللي جاية على استاد القاهرة ضمن مباراة العودة لدور قبل النهائي للتشامبيونز ليج الإفريقي. يمكن يعني النهاردة بمشيئة الله يستأنف في الفريق النادي الأهلي تدريباته بقيادة مديره الفني مارسيل كولر اللي منع لاعبيه يعني راحة
لمده يومين بعد العوده على طول للفريق من الكونغو بعد ما تعادل في مباراه الذهاب بالتعادل السلبي بدون اهداف. نتيجه طبعا جيده جدا للنادي الاهلي، لكن نتيجه خادعه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي بكل تاكيد، وبالنسبه ايضا للاعبين، لان 0-0 واذا مونيا النادي الاهلي بهدف هتكون مشكله كبيره جدا هنا في القاهره. فيجب ان مارس الكرة اكيد ان هو يعد لهذا اللقاء بشكل قوي جدا في الساعات القليله القادمه قبل مباراه الجمعه. يمكن النهارده كمان مران النادي الاهلي يتم حسم فيه اكتر من موقف فيما يخص اللاعبين المصابين، وعلى راسهم اللاعبين دول احمد نبيل كوكا اللي كان اتعرض لكدمه في الركبه في مباراه الذهاب امام مازيمبي منعته يعني من استكمال المباراه، وتم استبداله في المباراه ونزل مكانه محمود متولي. وعلى هامش كمان مران النادي الاهلي النهارده هيتم عمل اختبار طبي هيكون لكوكا عشان يتم حسم بقى موقفه النهائي من المشاركه في مباراه مازيمبي، ويكون وجوده طبعا مهم جدا جدا للنادي الاهلي في ظل الشكوك على مستوى يعني مروان عطيه يلحق المباراه ام لا. لسه بنشوف طبعا الاختبار الطبي لكل اللاعبين الساعات القليله المقبله هو اللي هيحسم موقف المصابين. وعلى مستوى برضو باقي اللاعبين المصابين، يعني امبارح كان في مران للاعبين المصابين وكان حاضر الدكتور احمد جبارة طبيب الفريق، ويمكن هيستلم النادي الاهلي وهيسلم الدكتور احمد جبارة هيسلم تقرير خاص النهائي هيكون لمارسيل كولر عن موقف المصابين دول وموقفهم من مباراه مازيمبي القادمه. يعني طبعا في قائمه اصابات بتضرب النادي الاهلي في الفتره الاخيره، على راسهم طبعا محمد الشناوي وياسر ابراهيم واليو ديانج وحسين الشحات وامام عاشور ومروان عطيه، كلهم من العناصر الاساسيه للفريق. ويمكن خليني اقول لحضراتكم كمان اللاعبين المصابين اصبحوا خلاص جاهزين بنسبه كبيره جدا للمشاركه في المباريات القادمه، يعني صعب ان هم يكونوا موجودين في مباراه مازيمبي، لكن بنسبه كبيره ممكن نلاقي اللي دخل قائمه مباراه مازيمبي ياسر ابراهيم واليو ديانج ومروان عطيه هو الاقرب لغايه دلوقتي. لكن كولر بعد ما استلم التقرير طبعا من الدكتور النهارده هيحسم بقى الموقف النهائي فيما يخص اللاعبين من المشاركه في مباراه مازيمبي، لغايه دلوقتي مروان عطيه هو الاقرب للمشاركه في مباراه مازيمبي. طبعا ياسر واليو ديانج بقالهم فتره كبيره جدا بعيدين عن المستطيل الاخضر، فبالتالي بيحاول يجهزهم لمباراه الاسماعيلي عشان يجهزهم بشكل قوي يكونوا موجودين في نهائي دوري ابطال افريقيا. اذا ان شاء الله النادي الاهلي وفق ان شاء الله في مباراه الجمعه القادمه. ومن الاهلي نروح سريعا لاخبار الزمالك وتحديدا فريق الزمالك اللي بينتظر هو كمان يعني مباراه حاسمه وقويه في بطوله الكونفدراليه الافريقيه يوم الاحد اللي جاي هتكون في غانا تحديدا امام فريق دريمز الغاني في اطار مباراه العوده للدور قبل نهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه. زي ما احنا تابعنا ان مباراه الذهاب اللي اقيمت في القاهره انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف، وبدا الجهاز الفني للزمالك بقياده البرتغالي جوزيه جوماز ان هو يحضر لمباراه دريمز الغاني من دلوقتي، وبيعقد كمان جوماز جلسه مع عبد الواحد سيد مدير الكره عشان يرتبوا رحله السفر الى غانا ووضع البرنامج التحضير الخاص للقاء الاياب اللي هيكون حاسم يعني بشكل كامل للجوله دي بكل تاكيد. واستقر الجهاز الفني للزمالك بقياده جوماز على السفر لغانا يوم الخميس اللي جاي، وبيعمل جوماز على اعداد خطه شامله رحله غانا، خاصه انه بيدرك صعوبه طبعا المباراه اللي هتحدد اكيد الفريق المتاهل للمباراه النهائيه لبطوله الكونفدراليه الافريقيه في ظل اقامه لقاء الاياب على ملعب دريمز ووسط جماهيره. فبكل تاكيد المواجهه هتكون صعبه جدا، ان الزمالك صعب على نفسه هنا في لقاء الذهاب في القاهره، لكن باذن الله يقدر نادي الزمالك انه يعوض في لقاء الاياب، وسهل جدا ان شاء الله انه يحرز هدف خارج الديار ويفوز باذن الله على فريق دريمز في المباراه القادمه. هنطلع دلوقتي الفاصل السريع ونرجع نكمل بقيه فقراتنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد ونبدا فقره اخبار الالعاب الاخرى، والبدايه هتكون مع البطوله العربيه العسكريه الفروسيه واكتمال وصول المنتخبات المشاركه في البطوله العربيه العسكريه الفروسيه بنسختها الاولى بمصر، واللي بتقام بتزامن مع الاحتفال بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء، واللي تقام تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقام البطوله من يوم 24 ابريل حتى يوم 27 ابريل بمشاركه 11 دوله طبعا عربيه ببنيه مصر الدولية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وطبعا تقدروا تتابعوا البطولة على شاشة قنوات اون تايم سبورتس. تعالوا برضو نروح نشوف كمان دلوقتي تقرير عن استعدادات نادي الفروسية لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية. العاصمة الإدارية الجديدة هي رؤية طموحة لمستقبل أفضل لمصر، تمتزج فيها الأصالة بالمعاصرة، حجم إنجاز كبير بدا حلما قبل 9 سنوات، لكن إرادة التحدي والبناء حول الحلم إلى حقيقة. هي تجسيد لإرادة المصريين في البناء والتنمية،
ورمز للجمهورية الجديدة. مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي عالمي يعبر عن اهتمام مصر بالرياضة وتسخير الإمكانات لإنجاح البطولات العالمية التي تحتضنها المدينة. تضم منشآت رياضية وترفيهية وخدمية متكاملة هي على أتم الاستعداد لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية العالمية. داخل نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تجري الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 24 حتى 27 من أبريل. يضم نادي الفروسية ملاعب ذات مقاييس عالمية واسطبلات لإيواء الخيول مع خدمة بيطرية متكاملة. إضافة إلى التجهيزات التنظيمية التي تضمن نجاح البطولات المقام عليها. تشهد البطولة أجواء تنظيمية رائعة توفر للفرسان من مختلف الدول العربية البيئة التنافسية في مدينة رياضية متكاملة الخدمات والمرافق مستعدة دائما لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية الدولية. النهاردة طبعا الساعة 8 عندنا مباراة مهمة جدا، هي مباراة فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي يواجه فريق مولودية بوسالم التونسي. بكل تأكيد مواجهة تكون قوية جدا في نهائي البطولة الأفريقية اللي تقام على صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة، واللي هتنقلها شاشة قناة اون تايم سبورتس 2 على هواء مباشرة. وكان النادي الأهلي كان تأهل طبعا للمباراة النهائية بعد ما حقق الفوز كان امبارح على نصر الليبي بثلاث أشواط نظيفة. زي ما احنا عارفين كمان مولودية بوسالم التونسي هو حامل لقب هذه البطولة بعدما فاز بها العام الماضي على حساب الزمالك في المباراة النهائي. خلصت فقرة أخبار الألعاب الأخرى، دلوقتي نروح لآخر فقرتنا، فقرة وان شوت. فقرة وان شوت دايما مركز فيها على لقطات إيجابية أو خبر إيجابي، وخبر اليوم من نجمنا عمر عصر لاعب منتخب مصر تنس الطاولة واللي حقق إنجاز تاريخي لأول مرة بعدما استطاع من احتلال المركز الرابع عشر عالميا وفقا طبعا للتصنيف الدولي الصادر من الاتحاد الدولي للعبة صباح اليوم. وكان آخر مركز وصل ليه عمر عصر هو المركز ال 16 الأسبوع الماضي قبل ما يشارك في بطولة كأس العالم وقيمة بالصين. واستطاع عمر من وصول لثمن نهائي بطولة كأس العالم لتضاف ليه 130 نقطة بالتصنيف العالمي. وكان عمر قد فاز في دور المجموعات بطولة كأس العالم على كل من بطل إيران وبطل السويد قبل ما يودع البطولة بعد الخسارة من بطل اليابان في ثمن النهائي. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامج اخبار اون تايم، وفيناكم بكل ما هو جديد على الساحه المحليه والعالميه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.